شوفون اللي وراي هني موجودين في برج الحمراء، هذولي متحمسين انهم يصعدون درج ماراثون عمودي على قولتهم 55 طابق. ما شاء الله العموم كل حماس هني. الفكرة باختصار شركة اوف كورس على كل الوجبات الدايت المشهورة والمعروفة واللي لوحاتها ما شاء الله في كل مكان بالكويت. سوينا هني ماراثون، بس ماراثون مو مشي، ماراثون عمودي برج الحمراء معروف بالكويت. السباق شو يقول؟ في لجنة موجودين فوق في الدور 55، من اللي يصعد بالدرج من تحت إلى فوق 55 طابق ويحقق أقل رقم قياسي بالدقائق، لأن الفكرة باختصار أن كل واحد لابس السوار كذي برجله وعنده رقم هني، أول ما يبتدئ راح يحسب له السوار، راح يحسب كل طابق بالضبط كم عدا لغاية ما يصل للنهاية، واخر شيء يشوفون الارقام القياسيه. طبعا في مسابقتين، في زوجي وفي فردي. زوجي فكر انه يتعاونون اثنين على الدرب، والفردي لا والله بروحه يمسك الدرب كامل. هني ما شاء الله تقريبا النتائج اللي حتى الان وصلوا لها، اللي تحت الشباب اللي فوق سيدات، الاول ما شاء الله 8 دقائق بريطاني، الثاني اماراتي، الثالث ما شاء الله 9 دقائق و14 ثانيه. 55 دور. عبد الهادي العجمي، تكفى قول لي شنو شعورك وانت صاعد؟ شوف اول شيء للامانه كانت حيل صعبه اول 10 العادي، بس صراحه رقم قياسي يعتبر. اي الحمد لله. تجربه جديده، كفو اول مره. الله يعينك الله يعينك، موفق حبيبنا والله بالتوفيق. 55 floors. Let's go up. 3 2 1 go. موفقين بس ربي يقويها. قواها الله قواها الله على الراحه. موفق. اوه كفو حبيب، موفق. شكلي بدش التحدي، بس على الله ما ابي رقم قياسي، بس ابي اجتاز 55 طابق صعود باذن الله اقدر. عاد حسافه لو بدري اني بدش التحدي كان خذيت رقم وخذيت سوار. وصلنا الدور الرابع، يلا كلها 51 دور. يا جماعه الادوار برج الحمراء مو دور بيت. اوف، تصعد اربع مرات دور. هانت 49 باجي. ما شاء الله عليه، ما شاء الله اللي يبي يجتازه، يعني اصرف يبارك له عبد الهادي العجمي بس 9 دقائق. الله يعينه. انا على ما راح قاعد امشي 9. انا ما ادري اذا وصلت النص اذا بهون فيه اصلا، صيد ما اشوف فيه. انا والله لحن متحسف اني تحت ما اخذت سوار ورقم، لان صراحه ما كنت متوقع. قلت دورين بعدين بنزل، بعدين اجلست الناس بعدين كتبه، خلنا اجرب نفسي وين وصل ما ادري. هذا الجهاز اللي يبين اذا كان عندك سواره، يبين انك انت اجتزت ال الادوار كلها. بس يا جماعه ابى اقول لكم تجربه لي بمثل هذه المنافسه. طبعا خلها هذا اول مره على درج، بس لما امشي تشوفوني في 55,000 خطوه وغيره، هذه تعطيك انت ثقه بالنفس ان انت ترى تقدر. فوقت تمرين عادي تبي تسوي تمرين نص ساعه ربع ساعه تبين عود، انا سويت هذاك ما اسوي هذا، فتقول حق نفسك لا تقدر وتسوي. فمثل هذا الحين انا اقول ابي كم 18، ابي اجرب نفسي حتى لو بدون رقم، حتى لو مو مشارك رسمي، بس بشوف وين اوصل. 25,000 تعال.
تقريبا النص ومستمر بإذن الله. أعتقد إني أقدر بس على الراحة، لكن بعد ما وصلت العشرين بديت ألاحظ شيء غريب. بديت ألاحظ ناس قاعدين، يعني شوف هذا أثر واحد كان قاعد، الحين شوي تلقى ناس قاعدين. ها وصلت النص. ثانك يو. وصلت النص. اي والله حبيب، حاطين حبيب هني يصور عند دور 28. شوف 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 بقايا بقايا الناس. بيني وبينك الحين بديت الاحظ كل دور دورين واحد قاعد تعبان. انا عن نفسي قاعد امشي على الراحه. ها كذي هذا امشي. وشلون بعرف الوقت اللي انا مشيت فيه؟ انا والله الحين متحسف صراحه، ما حطيت يعني ما كنت واثق صراحه اني اقدر. قلت بدي شويه اللي اول ناس يدشون كذي بصور دور وانزل. بس الحين ايش بسوي؟ لما اصعد فوق بشوف سناب. اول سناب صورتها تحت كم دقيقه؟ ويكون هذا تارجت بيني وبين نفسي بدون مشاركه. جزاك خير، باي دور احنا؟ احنا 30 الحين. 30 الحمد لله. نقدر نقدر. مع ثمر ابو سليمان. ابو سليمان ها ابو سالم. موفق موفق. فما الله. يا حليله. رب يقويك. شوي شوي. الحين اقدر اقول لكم متبقي 10 ادوار بس، يعني رسميا راح انجزها. والله اني مسكر السياره ونازل توقعت بس بسوي تغطيه ولا راح اشارك ولا راح اوصل. بس الحمد لله رب العالمين، طبعا مو رقم قياسي. بس بينك وبين نفسك انك والله شنو؟ انك قدرت تكسر هذا الرقم. يوم من الايام تسولف تقول انا صعدت 55 دور للحين 46 دور. عسى ربي يقويك. شكرا شكرا تسلم. الله يعافيك. كم باقي دور؟ 6 ادوار بس. الحمد لله. ان شاء الله قد ان شاء الله. بقايا بقايا الناس. يقول لك شوف 5 ادوار بس. اوه 50 رقم قوي والله رقم قوي. بصور عنده. باقي 3 ادوار بس. 3 ادوار فقط لا غير. دورين. والله ما كنت ناوي. بس حلو مثل هذه الاشياء مثل ما قلت لكم تخلي الواحد يثق في نفسه. باكر اذا الواحد سوى درج او سوى درج متهذري. سوى تمرين ولا شيء يقول حق نفسه ان شاء الله تقدر لانك مسويها من قبل. الحمد لله. 55؟ اي يلا انت اول واحد تبارك لي. تسلم. بعد ركضه؟ نايمه ما نبي ركضه. نبي تريحه. اوه يلا ها. شكرا شكرا شكرا. ما كنت يلا 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 مره ثانيه. انا وياك انا وياك انا بيني وبينك لما صعدت فوق الكل يقول ها صعدتي اسانسير. قلت شنو والله صعد درج. قال لا اسانسير. لوك اسانسير. انت صعدت 55؟ اقسم بالله لا. واسمع اسمع اسمع اسمع. مبارك 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 مبارك. اول شيء كل شيء مصور بسناب وعشان التشكيك ودي اصعد مره ثانيه. يلا بس وياك. فيك. جيب لنا ارقام وسوار. تمام. ها يلا يلا. انا جاهز. كف انا جاهز. بس اكون شنو محقق؟ صاعد 110 اقول. والله يا جماعه لما صعدت لما صعدت فوق. لا 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 ما راح اكف. اوه يا شباب كيف؟ اوه والله صعد. صراحه لما صعدت فوق هلا وراها ابو سالم صعدت قلت لي قال اسانسير. هي
جرحني احس والله جرح مع اني حرصت اني اصور كل شيء بسناب ما مو الكل لابس ازرق الحين ايش بسوي صراحه تحدي للنفس ريحت فوق الحين نزلت بل اذا اعطونا ارقام وسوار باذن الله بصعد مره ثانيه مع الابداع هناك راح ومبارك راح يجيب لنا ارقام تحت ان شاء الله ان شاء الله يلقى هني مكان المنظمين اللي يعطون ارقام وكذي ايش قاعد تسوي يعني سعرات حراريه والله سعرات حراريه اسبريسو يلا اوه اسبريسو ارقام بس ما في اساور افضل عشان يقولون احنا نبي نمشي قانوني مبارك كان ودي تقول ما يصير كان ودي تقول ما في يلا باذن الله نقدر 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 هاتي شتات كفو يلا باذن الله سخن بس تفضل سخن هني شوي ونقول بسم الله بس اسمع الاجهزه شغاله بالدرب شغاله كفو والله يا جماعه سويتها بصعد مره ثانيه بصعد مره ثانيه ها انا 91 يلا 91 مبارك جهز الميداليه الثانيه فوق يلا مسافه السكه بس كفو كفو الابداع كفو معاك اخوك رقم رسمي الحين ها 1 1 2 9 1 ترى ما اشوف انا 91 وبين وبينك عيوني مزغلله من فوق يلا شوف الساعه عندي كم دور صعد تحت سلام 71 دور. دور اي مو صعدت قبل صعدت اصلا صيرت اول مره والله بسم الله يلا الله يوفق الله يجزاك خير من البدايه لا اسمع 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 خطه سوالف سريع سريع ماكو عادي انا 29 دقيقه اسمع الحين عندي انا عندي تارجت اني اخلص ب 28 دقيقه عادي بس عندي دقيقه يكون كاسر رقم نفسي تتعب لا تركض لا تركض شوي شوي انا يا جماعه انا تعبت تصعد مرة مرتين ما في رقم ثلاثة ما في رقم في أدوار يمكن الأدوار الأولى مالت المول يكون السقف حيل مرتفع شوف أقول لكم صراحة حتى مرة أتوقع أني ما راح أكمل إيه شوف قاعد تستعجل وتنطق غلط مش بطيء مستمر دقات قلبك لا توصل 150 هل على 150 مو تروح 70 80 تتعب 9 ترى 9 يعني هانت ها 20% بس والله بيني وبينك الظهر المشوي اللي يعطون ماي كان فيه بالدرب واجد ماي ما ادري وين الظهر خلصوا فوق تتويج او قاعد يتوجون اتوقع ما في احد ورانا عينك الله عينك الله بس عبد الرحمن انت تمشي بسرعه الهادي على الهادي 164 شوف انا حافظ على 146 نبضات في القلب لا تدوس حيل على نبضات قلبك انا شدي قاعد امشي انا عن نفسي ما ابي رقم قياسي ابي اني اجتزت مرتين مو مره مرتين ان شاء الله ترى ماني مستعجل ناطرك مستغرب هذا ها خلاص كله ما له شغل هذا ينظف اوه عبد الرحمن النص النص 25 25 شفت خلصت الحين النص اللي مشيت يعني تقدر ولا ما تقدر في مجال انك تهون لا بس ما في خلاص ما في تهوينه 25 هاف هذا كان يصورنا النص اي ميك ات اجين اول ما شافني قال او ماي جاد قول ما شاء الله قول ما شاء الله قول شنو ما شاء الله بالانجليزي ما شاء الله قول ما شاء الله صوره صوره عند النص الحقيقي احنا اخر ناس يعني
خالصين عجبنا ما في احد ها؟ يلا موفقين. 29 هانت هانت. يعني كم باجي؟ بعض المغريات شوف شوف يناديك يقولك تعال نون. انا عاد خلاص قفلت والله. عبد الرحمن ها؟ لا لا تريح. تعال هذا كم الرقم ما اشوف. عبد الرحمن عبد الرحمن ما اشوف الرقم كم؟ كنا 88. اولموست ذير خلاص خلاص 15 دور باجي. يلا هانت هانت عبد الرحمن. إذا ماسك الحديد أعرف إنه خلاص طافي. والله ماجد حاولت فيه يركب ويانا. شوف ماجد ما شاء الله ياخذ أفضل مني ومنك بس شنو مشكلته؟ مستصعبها. إيه لا 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 كمل كمل لا تقعد. إذا قعدت أنا عندي إحساس تتعب أكثر. اني تعبان. اخ 45 انا والله خايف صراحه بالليل يصيح علي خوذي ولا كبي ولا شيء. الله يستر. 45 10 خلاص. وين اللي كانوا يصورون؟ ظهر خلصت الاوراق فوق قاعد يكرمون خلص الوقت. أنا عبد الرحمن آخر ناس. يلا بكسر رقم قياسي. يلا باجي آخر دورين. حرام بدي أكسر رقم قياسي كنت 29 يعني بس ما أتوقع لحق. وصلنا يا عبد الرحمن 55 يلا. خلينا نشوف خلينا نشوف كم. اوه 26 يعني خلينا نقول اقل من 27 يعني كسرت رقم القياس اللي مساح. وبيني وبينك مساح رقم القياس كان يعني على حسبة سناب بس هذا لا دقيق بس والله شوف كم كالوري ها. 55 واخيرا للمرة الثانية. صور اليوم صور صور مع 55. شوف شوف شنو صعدت ها؟ صعدت هذا كله الحين طلع وين انا؟ صعدت يا جماعة على رجولي الحمد لله مرتين. اللهم لك الحمد. شوف قايل لك مخلصوا قاعد يكرمون هناك. اوه ناطرنا مبارك. الحمد لله مرتين. ميدالية ثانية موجودة. اهلا 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 اهلا. يا حظي يا حظي. اهلا. تسلم انا ذيك شرف ذيك شرف. تسلم تسلم. والله مدلعنا مدلعنا مدلعنا. شو تجربة؟ والله الحمد لله. الواحد متى السنة رسمي؟ نص الوقت. السنة الجاية بإذن الله من الصبح معاك. بإذن الله. يا يبي له صورة صورة ثانية. هذا خوش شعور. هذا خوش شعور. سؤال صريح. هل تعتبر نفسك رياضي اليوم؟ اليوم إن شاء الله أبلش من اليوم. لا لا يعني اي شيء قدام يهون عليك صح؟ دورة حروف وياه. شفت شلون؟ شفت شلون؟ هذه تكسر غيرها هذا القصد. عاش عاش. والله ثانك يو ثانك يو فيري ماتش. اي والله الله يجزاه خير. اوه احلى مكافأة مركز اكتف الله يجزاهم خير. مركز دكتور والعسق واقفين هني موجودين علاج طبيعي اللي يجي يكرمونا احلى تكريم صراحه اقوى مساج حق الافخاذ والله العظيم. والله يا جماعه اول اشوف اللي يشاركون ماراثون واللي يشاركون حتى اليوم 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 الساعه 9 الصبح وانا جاي توقعت اني يعني ودي بس ما راح اقدر اسويها فخلاص خلنا اصورهم بس ما راح اقدر اسويها لكن الحمد لله رب العالمين واحد يقدر. ومثل هذه الامور مثل ما قلت لكم ساعه وانا صعب درج مثل هذه الامور تخليك تتحمس انك تسوي غيرها واكثر منها واحسن منها حتى انها تخلي تهون عليك الامر البسيط. يعني لما تسوي تمارين كل يوم تقول اوه مالي خلق نص ساعه لا ما انا قدرت تسوي هذه
هذيك ما اقدر اسوي هذه. فمثل هذه التحديات حيل حلو. كل مره اروح الديره اشوف برج الحمراء كان بالنسبه لي هيفا الحين طاح من عيني صار سهل يكبر عليه شوف عادي جي هذا اللي صاعدينه على هذا. شكرا صراحه اوف كورس على هذه التجربه. شكرا خلوني فعلا احقق يعني رقم قياسي في حياتي ما كنت اتصوره. امس ما كنت متصوره، اليوم الحمد لله قدرت اسويه، ومن باكر راح توصلني وجبات اوف كورس. خلاص راح اصير صديق اوف كورس دام رياضي رياضي وهم بعد وجبات. اوف كورس معروف ومشهور بالوجبات الغذائيه، خصوصا انه من خلال الابلكيشن تشترك تختار وجباتك، والحلو ان معظم ما شاء الله المختصين بالدايت دكتور عبد الله مطوع وغيره مسوين انظمتهم داخل، يعني بمعنى تقدر تدش تختار نظام عبد الله مطوع وتشترك فيه. وعبد الله مطوع ما شاء الله عنده اكثر من نظام ويناسب الكل. شوف 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 صاعد كل هذا، يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد على الصحه والعافيه. يعني العماير تشوفها كذي، يا ربي لك الحمد، يقول ما شاء الله تبارك الرحمن. والله انا منصدم من نفسي صراحه. صعيب يا اخي ننزل اسنصيله، احنا متعودين على السلالم يا اخي، صح ولا لا؟ هي مره واحده. والله يا جماعه منصدم، معقوله؟ معقوله؟ يقول لك برج الحمراء في 78 طابق، يا ربي لك الحمد. والله الحمد لله. كل هذا دور 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 دور. صراحة تصدقون حبيت برج الحمراء، قاعد اتامل واجد. هذا برج الحمراء، الو عرفت برج الحمراء؟ ايوه هذاك اللي صعدته. اي صعدته مشي والله مو بالاسانسير، مرتين مرتين. عقب الانجاز هذا اليوم لازم واحد يكافئ نفسه، يكافئ نفسه من نوع خاص، اكله خاصه اهل تركيا اللي يروحون تركيا، او يمكن شفتوها بالانستغرام، واحده من الاكلات المشهوره اسمها تنتوني، اكله مشهوره في جنوب تركيا خصوصا في مرسين. هذا مطعم بالجهره اسمه اوتش تنتوني، توه فاتح بالجهره. الله 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 الله، يا سلام. هذه الخبز يسمونها خبز اللواش ها كاردشم؟ لواش. يا سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا الشيف من تركيا لا ومن مرسين نفسه، يعني لعبته بين ارضه وجمهوره الحين. يا سلام يا سلام، هذه اللحم. شكرا. شوف 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 الدلع. والله العظيم اقوى مكافأة اليوم، اقوى مكافأة اليوم. يا سلام عليك. اي سبايسي والله سبايسي. كثر له اليوم، كثر له. داخلها فريش. اي والله لفها لفها لفها. اوه يقول لي قول انطر انطر اعطيك عليها عصرة. تشكر تشكر والله كاردشم. تسلم تسلم طالع يعطيك معاه عيران، يعني ما له داعي تروح تركيا اصلا، تركيا تجي لك هني، لا مرسين نفسها واكلاتها تجيك. شيف والله ما شاء الله والله جوزيه. اي والله شيء شيء فاخر صراحه لذيذه، وبعدين حلو عليها الليمون شوي. يقول لي في واحده نفسها بس هم هني مضبطينها حاطين فيها جبن، وفي واحده فيها روب، بجربهم صراحه لذيذه لذيذه لذيذه. سوى واحده الحين، هذا معون يسوي معون تنتوني، هذا روب؟ لا روب يوغرت لور. يوغرت لور. شوف 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 هذا الاكل التركي. يا سلام. هذا طق قفشه بعد شوي ولا اروع. طبعا الوضع يا جماعه هني اللحم وهناك الدجاج، يعطيك الخبز عليها كذي ونعومك. صراحه لذيذه والله، أكلة تركية شعبية أصلا هناك، صارت موجودة الحين بالكويت. لا والله ما شاء الله، حتى اللي الشيف نفسه تركي، فأنت قاعد تاخذ شيء تذكره. هذه اسمها تنتوني بالروب، أنت بس تطلب تنتوني بالروب يعطيك إياها كذي. طبعا هي عبارة عن ساندويتش بس مقصصة وفوقها روب وبالشكل هذا. حبيبي اللي بالروب ألذ بكثير، اعتمدها هذه صراحة لذيذة. الروب مع اللي فوق هذه معطيها طعم حلو. هذه صراحة هذه اللي تكافئ فيها نفسك، لذيذة روب ولحم، وهذا خبز اللواش لذيذ. اللي بالروب صراحة تفوز، أنا اللي مساعدتها ذقتها حلوة الساندويتش، هذه كسرت الدنيا. هذا وضع الدجاج، شوف
يقدر يسوي لك دجاج تانتوني وهذاك اللحم. بجرب صراحه الدجاج انا اليوم مخربها صراحه لانه ما تتكرر دائما كذي. هذا اللي يقول لك تاكل اصابعك وراها. خبزة تنقع تصير رطبة. وهذا الخبز اصلا مشهور هناك يسمونه اللواش. سلام. يسمونها هسه حطها الحين عادي حط فوقها الروب. هذا روب ترى. روب. انت تكتمل الصورة تقريبا. هذا عندهم اوتش فرايز عبارة عن بطاط روب وفوقها يعطيك الحمسة هذه من فيها شوية لحم وخضروات. سلام. هذا الاوتش فرايز. صراحة الأكلة لذيذة جدا. هاي اسمها تانتوني مشهورة حيل بتركيا. حلو انك تجربها وين؟ بالكويت لا وبالجهرة. المكان المحل بالضبط وين مغى المحل؟ وين قيصر؟ تقريبا خلف مغى المحل بالجهرة. مسوين مثلا قاعد اسولف انا وياه قالوا نسوي عرض حق متابعينك من اليوم السبت الى السبت الجاي. اللي يجي هني المحل اللي يصفط هني او ينزل ياكل داخل خصم 10% على الفاتورة. وهم على فكرة موجودين بطلبات، موجودين عندهم موقع خاص مباشر، ممكن احط لكم الرابط اللي تحت الشور تشوفون مواقعهم او حتى بطلبات. اسمه اوتش. اوتش يعني ثلاثة بالتركي. اوتش تنتني ثلاثة تنتني. هذا هو المطعم هني. هذا قيصر مغى المحل من هناك يفتح. عرفتوا المنطقة هذه الجهراوي يعرفونها. هذا هو اسمه اوتش تنتني. والله يبارك له. يقول ابو سالم الاسبوع الجاي يجهز الكيترينج. فتخيل هالاكل هذا والترتيب كله يجي اذا عندك ويسوي لك اياه ويعطيك. قلت له رسمي اذا مو بهاليومين بالعبد اللي لازم الربع يجربون التنتوني هناك فريش. طلعت البيت ما كنت متوقع اني اصعد برج الحمراء. الحين صراحه كلي حماس وترى لحين لابس هذه تحتها. كلي حماس اني صعدت برج الحمراء مرتين. مثل هذه الاشياء اعيد واكرر. بعض الناس يقول لا هذا خبل وانا خبل اروح فوق. عزيزي بقول لك شغله، اذا كنت انت من النوع اللي قاعد كذي ويمرونك الربع رايحين يلعبون كوره او رايحين يمشون وانت تقول لهم ها رايحين تمشون يلا الله يوفقكم، لا انا مولي ترى انا كنت نفسك بالضبط. يمرون الربع رايحين يلعبون كوره ما عندي جوت رياضه اول، ما عندي ملابس رياضه اول كلش. الحين لا شوف على طول سياره على طول في ملابس في كل شيء. الفكرة باختصار هذه الأمور تخليك تثق في نفسك، إنك واثق إنك أنت لا تقدر. جرب نفسك. جربت مرة نفسك مرة مشيت مسافة طويلة، جربت نفسك مرة صعدت برج الحمراء. جرب والله العظيم فعلا مثل هذه الأمور تكسر حاجز عندك. أنا صراحة متحسف إن الفعالية خلصت، يعني متى تتكرر؟ السنة الجاية. ف يعني لو في شيء كان حمستكم، أنا ودي أكثر عدد من المتابعين يجون يشاركون معنا ان شاء الله السنه الجايه باذن الله بحاول مثل هال. وبعدين على فكره انا من اليوم رايح لازم يصير عندي ربع رياضيين. تكفون اذا في كذي فعاليات ماراثون هذا ضبطوني ترى بصير مثلكم والله. عندي شوف اوريكم هاي الورقه. رقم اول مره بحياتي اول هذا اللي اشوفهم اقول ها رايحين ماراثون الله يعينهم. الحين لا بصير رياضي.